تشير توقعات الارصاد الجويه ان الاجواء ستكون غدا الخميس ان شاء الله غائمه على المناطق الساحليه مع بعض الامطار متوقعه على المناطق الداخليه فيما ستصل سرعه الرياح الى 50 كيلومتر في الساعه وتتراوح درجات الحراره غدا الخميس بين 25 و 30 درجه بالمناطق الساحليه وبين 24 و وثلاثين درجه بالمناطق الداخليه وبين 29 الى 39 درجه بالمناطق الجنوبيه اما في المناطق الجنوبيه فسيكون الطقس فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كم في الساعة مع تطاير الرمال